المباراة غتنفذ من طرف اللاعب محمد المنيعي. كينفاد الهدف، هدف أول، الهدف الأول لفائدة فريق المغرب الفاسي، الهدف الأول اللي جا من ركنية بواسطة اللاعب مهدي كريويطة. يعني كانت رأسية ديال مهدي كريويطة اللي كيوضع الكرة في الشباك. 1-0 لفريق المغرب الفاسي. أمامنا كريويطة اللي يعني صعد وارتقى فوق الجميع وفوق المدافعين، يضع الكرة في الشباك. نتابعوا محمد المنيعي كيلعب الكرة دائرية، يعني لمس الكرة اللاعب كريويطة، وبالتالي 1-0 لفائدة فريق المغرب الفاسي، وكان هدف مبكر في الدقيقة الثانية. نتابعوا.